نتكلم بقى شويه على يعني فنيات، نتكلم في الكوره شويه، وانت طبعا اكيد عندك معلومات كتيره جدا. شايف ثلاثيه النادي الاهلي السنه دي ازاي، وخاصه المباراه الافريقيه ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك كان ليها ظروف خاصه، كان ليها طابع خاص، شفتها ازاي وشفت فوز النادي الاهلي بالتاسعه ازاي؟ طبعا اول حاجه كابتن هاني في نقطتين مهمين جدا. اول حاجه انا يعني مبسوط جدا وسعيد جدا ان الفاينل يكون تاريخي ما بين فريقين من بلدي اهلي وزمالك او زمالك واهلي. الحاجه الثانيه كابتن هاني في حاجات كتيره جدا، او في حاجه خاصه يمكن محدش بياخد باله منها كتير، ان في كره القدم دلوقتي حتى بعد الابحاث اللي عملوها الاخيره دي ان الاستقرار الاداري ده شيء مهم جدا. ال 140 بطوله اللي النادي الاهلي عملهم دول مش من فراغ، الاستقرار الاداري وانت كنت مدرب كبير بينعكس على الاستقرار الفني، وبالتالي الاستقرار الفني بينعكس على لعيب الكوره، لان لعيب الكوره ده من اذكى الناس، يعني مش محتاج كابتن هاني يقول له النهارده هنلعب كذا ولا. فطبعا دي كل دي عوامل خارجيه بيبقى ليها نجاح وليها نسبه كبيره جدا، وده بالعلم وبالابحاث مش بالكلام، ان الاكثر ناس استقرارا حتى في الدوريات في الخمس ست سنين الاخيره دول. انا كنت عملت مره سيرش كده ان كل الفرق اللي عندها استقرار على المستوى الفني عملت نجاحات كويسه على المستوى الاداري ده، على المستوى الاداري والفني طبعا ده بينعكس كله مكمل لبعض. زي ما قلت لك كابتن، هو الفريق كله باكج واحد. فطبعا النادي الاهلي من الفرق اللي عندها تركيز عالي جدا، والتركيز ده زي ما قلت لك بيجي نتيجه حاجات سيكولوجيه حتى جوه جسم الانسان. ففي استقرار عند الفرقه، والاهلي حتى عبر تاريخه حتى لما بيكون مش في حالته الفنيه بيقدر يعمل مكسب، ودي الميزه بقى بتاعه الحاله اللي اتبنت عند النادي الاهلي في تاريخه وفي تاريخ بطولات. لكن زي ما قلت لك طبعا في نجاح على مستوى عالي جدا لمصر كمصر كقيمه طبعا، وصول ناديين كبار جدا زي الزمالك والاهلي، الفرقه فرقتين بيقدموا اول حاجه المستوى وشكل المباراه الاخلاقي اللي خرج. كنا طبعا كان يهمنا ان الفريق من بلدنا ياخد البطوله، فده اللي انا اقول عليه ان احنا عاوزين نبني بقى على ده كابتن هاني الفتره اللي جايه، ان احنا يبقى عندنا تطور كبير جدا في كره القدم، ان احنا نعمل خطه برضو طويله المدى، يعني عاوزين نشتغل على 30 سنه للكوره. لان انت في كاس العالم الاخير لو انت شفت طبعا احنا عندنا مشاكل كتيره جدا على المستوى البدني، على المستوى التكوين من الاولاد الصغيرين، ودي فرصه كويسه ان انا نفسي ادعو، لان في عناصر تدريبيه مصريه موجوده بره كويسه جدا، ومع العناصر الموجوده هنا لو عملنا زي ورشه عمل كده وقدرنا نعمل حتى شهرين من التجمع من التقاء من حاجه، هنخرج حاجات كويسه. يا ريت. ده اللي انا بتمناه، لان هنعمل بلان لاتحاد الكره اللي هيجي الجديد او القائمين على الرياضه في مصر ان شاء الله في بلدنا، ان احنا نشوفها افضل. لان احنا بص كابتن، طالما عندنا محمد صلاح وعندنا هاني رمزي وعندنا تريزيجيه وكان عندنا احمد حسن سنوات طويله وعبد الظاهر السقا ووائل الجمعه، مصر دي على سبيل الذكر كل الاسماء دي لا الحصر يعني، فمصر تقدر تخرج. عدد المشاركين عندنا في الكره قليل، وعدد اللي بيمارسوا الكوره قليل، وعدد اللعيبه المحترفه في مستوى عالي. انت الحمد لله طالما عندنا واحد دلوقتي من افضل 3 4 لعيبه في العالم، اذا مصر عندها. فاحنا محتاجين بس نعمل مشروع وطني يقعد فترات طويله نشتغل عليه 30 سنه، لمدربين لقطاع ناشئين لمدارس تنتشر على مستوى مصر. مصر 120 مليون يا كابتن هاني، ولما تشوف في فرق افريقيه عندها محترفين اكتر مننا وما يجوش ربعنا في عدد السكان. صحيح. فطبعا لازم نعمل وقفه في دي. وخلي بالك كابتن الكلام اللي حضرتك بتقوله بس مش عشان مصر، يعني انا شفت الكلام ده اتعمل في بلاد متطوره على مستوى الكره جداً. تطور كبير جدا. ألمانيا كابتن، ألمانيا في التجربه بتاعتهم طبعا، التجربه بتاعتهم طبعًا من 2000 طبعًا. طبعا بعد الحصول على المركز الثالث في 2006 عملوا اللي حضرتك بتقول عليه دوت، عملوا ورشه عمل كبيره جدا وعملوا خطه طويله الاجل ل 2026، ما زالوا موجودين في هذه الخطه دلوقتي يعني. لان هم من الناس، بص ألمانيا وانت طبعا اكتر مننا عشت سنوات طويله، ألمانيا من اكتر دول العالم تؤمن بالبحث العلمي. فهم بعد من 88 ل 2000 غيروا خالص، بعد كده دي كانت حقبه خالص انتهت، واشتغلوا بداوا يجيبوا امريكان، لان الامريكان دلوقتي والالمان في الجزء البدني غير طبيعي، وبداوا يخلطوا ما بين الجزء الفني. انت لما تشوف بايرن ميونخ دلوقتي تحس انه فريق ملاكمه مش فريق كوره، ازاي بيعمل الضغط ده كله من فوق، والضغط متوالي ومتتالي وفي اماكن يا كابتن هاني ضغط فيها مش هزار، مفيش زوايا تمرير خالص ما تقدرش تلعب عليهم. تمام. اتكلمنا عن جوارديولا لانه راجل غير في الكوره، بنتكلم عن زيدان دلوقتي فبيعمل عظمه جديده جدا في عمليه التحول بالنسبه للعيب اللي معوش الكوره، يعني زيدان دلوقتي في ترانزاكشن هتشوف فرقه مختلفه خالص اللعيب اللي معوش كوره. فكل مدرب بيضيف حاجه بتقدر تقول ان هو
عمل حاجه هنا. دي عظمه ريال مدريد دلوقتي في ان اللعيب اللي معهوش كوره بيشتغل عليه زيدان شويه، ودي عبقريته طبعا. فاقصد اقول لك ان المانيا بعد ال 12 سنه دول عملوا سيرش وبداوا يشوفوا هم عندهم مشاكل فين، وبداوا يعملوا التخطيط اللي هو بعيد المستوى. ومفيش منتخب يا كابتن هاني اخذ كاس عالم بدون تخطيط طبعا، استحاله. مفيش منتخب من منتخب سواء اسبانيا او المانيا او المنتخبات العملاقه دي كلها في الفتره الاخيره ما خدش كاس عالم غير بتخطيط بعيد المستوى. اكيد اكيد طبعا. احنا حتى لو شفت مصر في كاس العالم في مباراه زي مباراه روسيا دي، انا عملت معدل ضعيف جدا لينا على المستوى البدني قدام روسيا. فكان في فوارق كبيره جدا، لكن الفوارق دي بتقل مع زي ما حضرتك بتقول اللونج بلان تيرم، اللي انت بتشتغل طبعًا على الكلام دوت بشكل كويس. وعلى سبيل المثال باي كلام حضرتك ان كلينسمان ساعه ما مسك المنتخب جاب مدرب احمال الايس هوكي والباسكت بول، بعيد خالص عن كره القدم، لكن الحاجات الصغيره للسبرينت الحاجات دي. فمش عيب ان انت كمان تجيب من ناس من بره عشان تاخد تضيف عليهم. انت يعني ممكن كابتن مش تجيب خبره، انت ممكن تشوف بعد كل بطوله عالم تشوف افضل معد بدني ويجي حاضر للمعدين البدنيين بتوعنا، وحاضر كمان قبل المعدين المدير الفني. لان زي ما قلت لك دلوقتي، انا اخر حاجه يمكن اتفرجنا عليها شفناها بره، ان دلوقتي الجزء كله العمل الفني كله عمل واحد. يعني دلوقتي ما ينفعش مدير فني ما ملوش في الاعداد البدني، لان انت بتبني خططك كلها، حتى التدريبات بتاع 4 ضد 4 6 ضد 4 6 ضد 6، الشكل الدفاعي بالنسبه للفرق كله ده مكمل. صحيح. اصبح دلوقتي مش زي زمان حتى احنا بنلعب كوره كان الراجل اللي بينزل يسخننا والمدير الفني بره، فاهم؟ عقبال ما تسخنه يندهل يعني. مفيش كده صح؟ في الكوره الحديثه مفيش الكلام ده. فطبعا احنا المودرن فوتبول اتغيرت جدا يا كابتن. الكوره دلوقتي علم، حتى دخلوا عليها يعني الهندسه الفراغيه. يعني يورجن كلوب يا كابتن هاني، عظمه يورجن كلوب انه عمل فريق غير طبيعي. يعني انت بتتكلم دلوقتي مثلا يورجن كلوب ده اصبح دلوقتي فريق ليفربول يجبر اي فريق يلعب في 30 متر، ما بيلعبش في ال ما تقدرش تفتح بتاع زيدان طبعا. شوف حضرتك زيدان وصلاح بيضغطوا ما بين السنتر باك وما بين باك الطرف، عشان وفيرمينيو يخليك يلعب فين؟ ما يلعبش في 70 72 متر ويخليك تلعب في يا دوبك 30 متر، وبالتالي عامل عليك الضغط دايما على طول، ما خلاش تبدا من اي طرف من الاطراف. حتى لو في لعيب عظيم من هنا، هو حتى حسبها قال لك كل 1000 كوره ما يقدرش يعدي 4 كرات. طبعا بقول لك كره القدم دلوقتي بالحسابات ستاتيك وحسابات طبعًا على طبعًا اعلى مستوى طبعًا طبعًا طبعًا. وخلينا طبعًا نقول ان مشوار النادي الاهلي الحمد لله السنه اللي فاتت في المشوار الافريقي كان مميز جدا، خاصه في التلت الاخير مباراتي الوداد، حتى المباراه النهائي مع نادي الزمالك. هكمل مع حضرتك، لكن انا في نقطه كمان بالنسبه اتفضل كده اتفضل لا اتفضل نقطه بس بتاعه النادي الاهلي انه وعى جدا لموضوع السن. كان في مشكله في القلب للاهلي والحمد لله اتصلحت. يعني الحمد لله كان مشوار ناجح السنه اللي فاتت. كمان مشوار النادي الاهلي بدا مع طبعا اول خطواته في دور ال 32 امام سونديب بطل النيجر بفوز كبير جدا، يمكن باجمالي 5-0. معانا